طيب تعال نرجع لموضوع الاباتش اللي كنا بنتكلم عليه. موضوع الاباتش عندنا جينا اتكلمنا او اللي احنا كنا بنعمله قبل كده يعني في التستنج اللي احنا عملناه قبل كده كان عباره عن ملف اندكس اتش تي ام ال تكتب فيه اي حاجه انت عايزها اي اتش تي ام ال كود وخلاص على كده شكرا ويبدا اليوزر ايه يطلب الكود دوت الى الويب سايت بتاعك موجود الدنيا تمام خلاص شكرا تمام. حكايه انك تكتب اتش تي ام ال كود ده وتشتغل منه الموضوع ده كان موجود من 20 سنه مثلا من 25 سنه كان تمام مفيش اي مشاكل فيه. بس بدات الدنيا تتطور ولما الدنيا اتطورت ظهرت مشكله كبيره جدا ان انت كل ما تحب تضيف صفحه ها ايه اللي هيحصل؟ اي صفحه بتضيفها للسايت بتاعك انت مضطر غصب عنك تكتب HTML كود تاني عشان تضيف الصفحه الجديده دي. حبيت تكتب صفحه جديده تانيه مضطر تكتب HTML كود تالت وهكذا. يعني تخيل لو انت عندك 1000 صفحه فانت محتاج تكتب 1000 بيج او 1000 HTML بيج عشان ايه ها تشتغل. طبعا دي حاجه عذاب يعني عذاب جدا جدا جدا. الدنيا بدات تتطور وناس بداوا يفكروا طب هو انا مش ممكن اسيب نفس الكود زي ما هو طالما نفس كل مره نفس كل حاجه زي ما هي. يعني هي نفس الصفحه هو نفس الموقع هي نفس الباك جراوند هي نفس كل حاجه بس الموضوع بيختلف. زي مثال عليه مثلا مواقع الاخبار. مواقع الاخبار دي لو دخلت على اي موقع هتلاقي الموقع زي ما هو اسطمبه واحده بس ايه اللي بيتغير؟ العنوان المقال نفسه بالعنوان بتاعه صح؟ بالصور الاتاتشد دي. طب تفتكر هو انا دلوقتي محتاج اقعد اكتب كود كل شويه عشان اضيف موضوع جديد لموقع الاخبار ده ولا انا ممكن استخدم الداتا بيز دي اخزن الحاجات دي في الداتا بيز وبدل ما انا اقعد اعذب نفسي هعمل ايه؟ هكتب كود الكود ده كل مره يكونكت على الداتا بيز يجيب لي الليتست توبك ممكن اعمل جدول كده اسميه التوبك واحط فيه التفاصيل بتاعتي او المواضيع بتاعتي وكل مره يكونكت عليه يجيب ايه؟ ها الموست اب تو ديت توبك يعرضه في الاول بيبقى الموضوع كده ابسط بكتير جدا ماشي كده. فلما الناس جت تفكر في حاجه زي كده بدا يظهر حاجه جديده خالص حاجه اسمها الدايناميك كونتنت. اللي كان موجود قبل كده مع ال HTML كان ستاتيك كونتنت. يعني ايه ستاتيك كونتنت؟ يعني الصفحه بتتكتب مره وخلاص على كده شكرا. لكن الدايناميك كونتنت قال لك لا لا ثانيه واحده الصفحه زي ما هي ثابته الكود هيتكتب مره بس كل مره هتران الكود دون هيروح على الداتا بيز يجيب منها ايه؟ موضوعات جديده او يجيب منها بيانات جديده. كل مره هتلاقي نفس الصفحه نفس كل حاجه بس اللي بتعرض لك مختلف. اللي بتعرض لك ده بقى دايناميك ما بقاش ستاتيك كونتنت ماشي كده. فبقيت كل مره بتخش على الموقع بتاع الاخبار دون تشوف ايه؟ تشوف خبر جديد. ايه يا عم ده هو انا عدلت في الكود؟ لا الكود ما تعدلش بس اللي اتغير المره دي ان انت ايه؟ ها بدل ما كان الكلام ده هارد كودد في الصفحه نفسها ك HTML لا بقى بكل مره بيكونكت على الداتا بيز يجيب منه الموضوع بتاعته دي. بس ادي كل فكره الدايناميك كونتنت مفيش اي اختراع فيها. طيب عشان نحقق الدايناميك كونتنت دي طالما قلنا هنكونكت على الداتا بيز كده الموضوع كبر شويه مننا. ليه؟ لان انت كده محتاج يكون في عندك كونكشن بشكل ما بطريقة ما ما بين الاباتشي وما بين مين؟ ها الداتابيز نفسها صح؟ طيب الدايناميك كونت نفسه الدايناميك كونتنت نفسه اللانجوج بتاعته انت بدأت الدنيا تكبر كمان ويظهر لانجوجز اكتر كمان زي البي اتش بي زي البايثون زي الروبي زي البيرل وغيرهم. فبدأت كل لغة المفروض يكون فيها لايبراريز بتسمح لك تكونكت مع مين؟ مع الداتابيز دي. طبعا مش عايز اقول لك ان الدنيا كبرت قوي ما بقاش الموضوع عباره عن داتابيز بس ده انت ممكن بقيت تكونكت على ال داب سيرفيس لو انت عندك ال داب بقيت ممكن تكونكت على تقريبا اي حاجه نتورك سيرفيس ثانيه تعمل كروس كوميونيكيشن تعمل حاجه سيرفيس ثانيه اسمها مسجنج تبعت كيوز ما بين سيرفيس وسيرفيس ثانيه تبعت من سيرفيس وسيرفيس ثانيه ايه تروح تاخد من الكيو دي. بدات الدنيا تكبر جدا يعني ماشي. فبدأ انت بقى عندك بدل ما كنت محتاج لايبراري ولا اتنين بقى عندك الاف اللايبراريز موجوده ماشي. ادي كل المشكله بتاع ايه الدايناميك كونتنت. فلو انت عارف بالظبط ايه اللي انت محتاجه الموضوع هيكون سهل عليك. طيب عشان نطبق حاجه زي كده ونعملها محتاجين نجيب اي دايناميك كونتنت سوفت وير موجود. بالمناسبه اللي ادى للتطور الرهيب دون سيستمز كانت موجوده او سيستم بدات تظهر للعلن اسمها الكونتنت مانجمنت سيستم. الكونتنت مانجمنت سيستم دي بكل بساطه عباره عن
ها بيسموها كده بالعربي نظم إدارة المحتوى. إيه نظم إدارة المحتوى دي؟ ده عبارة عن زي المنتديات. الله يفتح عليك. في فترة كده جت هوجة كده سنة من 2000، من 99 كده ل 2007 تقريبا، كان أي حد عايز أي حاجة روح يا عم اعمل لك منتدى واشتغل عليه. خلاص؟ فدي كانت هوجة كده، كانت ظهرت فترة. اللي موجود عندنا او اللي بقى البديل ليها دلوقتي حاليا بقت البلاجز. خلاص؟ واشهر حد موجود حاليا هو الوورد بريس وجملة، لو تسمعوا عنهم يعني. الوورد بريس وجملة دول اشهر اتنين في الايه؟ في الكونتنت مانجمنت سيستمز اللي موجودين دلوقتي حاليا. وبدات بتيجي تركب عليهم تمبلتس وثيمز معينه، بعض الموديولز او بعض البلاجنز ممكن تركبها لاي واحد فيهم يعمل لك فانكشن تانية خالص. يعني مثلا وورد بريس ممكن تحط عليه بلاجن تسمح لك ان انت تشغله كاي ار بي سيستم، او بلاجن تشغله مش عارف كموقع اخبار، او ثيم يشغله لك مش عارف كبلاج شخص ليك. بدات الدنيا بدات تبقى ايه، الدايناميك كونتنت بدا يظهر بشكل كبير جدا، ومعظم المواقع اللي شغاله النهارده في العالم ان ما كانش 80% ايه، ان ما كانش 90% منها كلها قايمه على، ها كلها قايمه على ايه، على الكونتنت مانجمنت سيستم دي. خلاص كده ماشي. طيب تعال نجيب اي واحد منهم نرنه ونشغله عندنا، مش فارق والله هو مين، اي واحد فيهم. تعال كده يا عم نروح ندور على وورد بريس مثلا. هذا وورد بريس بتاعنا. هو ممكن نعمل له داونلود اساسا وانستوليشن في ثواني. تعال نعمل له داونلود هنا، ناخد الكوبي بتاعه. بالمناسبة الوورد بريس ده لو بصيت عليه هتعرف ان هو مكتوب بالبي اتش بي. خلاص؟ معنى كده ان انت عشان تشغله عندك، عشان تشغله عندك لو جيت رحت له كده اساسا، وجيت رحت حتى للويكيبيديا وبصيت عليه، بيقول لك ان الوورد بريس ده عبارة عن كونتنت مانجمنت سيستم مكتوب بالبي اتش بي والماي سيكوال، عبارة برضه هو كمان ممكن تشغله كويب سيرفر. بدأ يديك شوية تفاصيل عنه. خلاص، والمشاكل اللي موجودة فيه كمان. وغيرها شوية حاجات. التاريخ بتاعه بالتفصيل الممل. والتفاصيل بتاعته. نرجع تاني كده للترمينال، اعتقد ان هو خلص. خلص الحمد لله. تعالى كده ايه، انزب. تعالى كده نعمل له انستول الاول، يم انستول زب، عشان نفك ضغط المعلم زعبولة ده. يم انستول انزب. لا انزب ايه، مش محتاجين انزب اساسا، احنا كده عملنا انستول. ايه اللي انا بكتبه ده؟ بس انزب كده المفروض يكون ظهر، برضو مش موجود. يم انستول انزب، يمكن انا بقى المجنون. ده له باكج تانية على سيندوس. طيب ما علينا. طيب تعالى كده انزب للمعلم اللي اسمه وورد بريس ده كده. فين كان اسمه latest دوت زب. الاول تعالى نعمل دايركتوري، لما يكونش بس حاطينه في دايركتوري ويعذبنا. ام كي داير وسميها وورد بريس. ام في الملف المضغوط اللي احنا جبناه ده ونحطه جوه وورد بريس. ماشي، تعال نفك ضغطه بقى. الحمد لله حاطينه في فولدر اهو، ناس محترمه. تعالى ايه
ناخد الوورد بريس ده كده، سي دي وورد بريس تاني ده كده اهو، ممتاز جدا. تعالى نعمل ايه، ام في كده وورد بريس، لا تعالى نرجع كده، ام في وورد بريس استريك، حطهولي جوه فار. احنا اعتقد كنا عملنا فيرتشوال هوستنج امبارح صح، كنا عملنا فيرتشوال هوستنج وكنا حطينا في سلاش اس ار في مين صح، مظبوط كده دبليو 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 ماشي. تعالى موف الكلام ده كله سي دي سلاش اس ار في مين دبليو 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 اهو. لو جيت تفتح كده فيم اندكس دوت بي اتش بي او اندكس دوت اتش تي ام ال، خلاص ما بقناش محتاجينه، ممكن نمسحه اساسا ار ام اندكس دوت اتش تي ام ال خلاص. احنا محتاجين كمان سبورت لل بي اتش بي، فانا ممكن اقول له كده يام انستول بي اتش بي ماي سيكوال ماشي. المفروض كمان كنت اقول له كمان انستول البي اتش بي نفسها، ايوه ممتاز. بعد عملت الكلام ده كده المفروض تقول له سيرفيس اتش تي تي بي دي ريستارت او سيستم كنترول ريستارت اتش تي بي دي. بعد كده لو جيت اصلا كنت لو بصيت كده بعد الانستوليشن اساسا هتلاقي فيم اي تي سي اتش تي تي بي دي كونف دوت دي، هتلاقي في عندك ملف اتعمل جديد اسمه بي اتش بي دوت كونف اهو. فانا بيقول لك الدايركتوري اندكس بتاع الملف ده اسمه اندكس دوت بي اتش بي، معنى كده لو عندي ملف اسمه index.php هتبقى الدنيا عندي تمام، وده الوضع الحالي دلوقتي اهو، انا عندي index.php ممتاز جدا. تعالى كده نروح بقى على الكلاينت ماشين ونبدا نتست من عليها ونشوف ايه اللي هيحصل عندي. المكنه الويندوز اهي، تعالى نفتح المكنه دي كده وتعالى نبدا نجرب ايه نسيت اب مين الوورد بريس ده. يلا يا حاج زعبول اهو، ماشي. تعالى كده نروح لزعبولة ده ولا المين سايت بتاعنا، المين سايت تعالى نعمل له ريفرش كده. اول ما تيجي تعمل له ريفرش اوتوماتيك هيروح للاندكس بيج ويقول لك ايه، ها احنا محتاجين البيانات دي، اسم الداتابيز، اليوزر اللي هيكونكت عليها، الباسورد والبوست، خلاص كده ماشي. يلا نبدأ. اسم الداتابيز هو بيفترض ان الداتابيز هي تديها اسم، تعالى انا كاري الداتابيز بتاعتي كده، تعالى كده اقول له ماي سيكوال داش يوروت تعالى كده ممكن اقول له كرييت داتابيز وسميها لي ووردبريس دي بي، بعد كده جرانت اول اون ووردبريس دي بي تو ووردبريس يوزر خلاص.
لوكال هوست، انت عندك هنا وورد بريس دي بي دوت استريك identified by الباسورد بتاع الراجل دول. الباسورد خليها لي. طبعا انت المفروض في الطبيعي في اي production environment هيكون الكلام ده ايه، هيكون الكلام ده ايه، ها اصعب من كده بكتير. مش معقول هتعمل اسم اليوزر بالشكل دول ولا هتعمل الباسورد بالشكل الحقير ده. خلاص ده بس بان احنا في لاب فاحنا بنجرب، فعشان ما اعذبش نفسي واقعد انسى اليوزر نيمز والباسوردز. بس طبعا انت المفروض في اي برودكشن انفايرمنت هيكون عندك كده ملف اكسل ظريف انت عمال تحط فيه ايه، ها تحط فيه كل بياناتك. ماشي ماشي، تعالى كده نجرب. ممتاز جدا. تعالى بقى نعمل ايه، فلاش بريفليجز. ممتاز. تعالى نرجع، عندي ووردبريس داتابيز، اسم الداتابيز عندي اهي، اسم الداتابيز اسمها ووردبريس دي بي، اليوزر نيم اسمه ووردبريس يوزر، الباسورد بتاعته ووردبريس باسورد. طبعا مفيش اي سيستم ادمن عاقل ها هيعمل يوزر نيم وباسورد بالشكل ده للداتابيز بتاعته او للويب ابلكيشن بتاعه. خلاص يعني ده عمليه انتحار حرفي، حرفيا ده انتحار، اوعى تعمل حاجه زي كده. ماشي، ده الداتابيز هوست هيكون على اللوكال هوست، التيبل بريفكس دبليو بي اللي هو الاسماء بتاع الجداول اللي هتتعمل كلها تبدا ب دبليو بي اندرسكور بعد كده اسم الجدول. ماشي، اعمل سبميت كده. بيقول لك ان انت في عندك مشكله، بيقول لك ان انت في عندك مشكله ان ملف الكونفيجريشن بتاع الووردبريس ده مش قادر يأديت مين، ها ملف wp-config.php. خلاص كده، ده معناه ايه، معناه ان الاباتشي او لو جيت بصيت على الملفات دي، بص لي كده على الاونر بتاع الملفات دي هي مين. ارجع مره تانية كده للترمينال، تعالى نعمل اكزيت من هنا. شكرا. ls كده داش ال h، بص لي كده الملفات دي مين الاونر بتاعها. لا المفروض ان المكان ده كله كنت تقول له كده change on dash r httpd slash srv invalid user. معنى كده ان اليوزر اسمه اباتشي. بدل ما اعذب نفسي تعالى كده نروح ل etc password، شوف اسم اليوزر هنا على ريد هات. اسم اليوزر اسمه اباتشي اهو. خلاص ده ممتاز. تعالى نعمل كده change on. المفروض يعني ملفات الاباتشي تكون اوند عن طريق اليوزر نيم اللي اسمه اباتشي والجروب اللي اسمها اباتشي. في الحاله دي احنا كده تعالى نرن السكريبت مره ثانيه. فين الفي ام بتاعتي اهي، ارجع كده باك مره ثانيه اهون. تعالى كده سبميت. المره دي ايرور استابليشنج داتابيس كونكشن ووردبريس يوزر، وده ووردبريس باسورد. سبميت كده تمام. بقول لك المره دي من الواضح ان كل حاجه تمام، ها بيقول لك انت ممكن تكمل انستوليشن. تعال ران الانستولر كده، ران ذا انستول. بقول لك السايت تايتل تعال نسميه كده وليكن اسم اي حاجه، اليوزر نيم اللي انا عايزه سميهولي مصطفى، ده الاسم الادمن. الباسورد بتاعته تعالى نديله باسورد. اي حاجه، حتى هو شايف ان هو ضعيفه، تعالى نديله اي حاجه. اي باسورد يا سيدي، تعالى اعمل لها هايت كده.
كل مرة بتلخبط فيها. فين فين فين؟ دبل تشيك الايميل، خلي الايميل باسم الواد عمر ابني، اي حاجه يعني مش فارقه معاك. المفروض في برودكشن انفايرمنت بيكون الكلام ده ايه، بتحط ايه؟ ها، بتحط الكلام ان الميل سيرفر بتاعك او الايميل اكاونت بتاعك يكون valid email account، ماشي؟ عشان لو انت نسيت اليوزر نيم او الباسورد تقدر تبعت ايه؟ ها، للاكونت بتاعك تقدر تريستور الكلام دوت. ده منطقيا يعني. بعد كده نعمل انستول وورد بريس كده. يلا يا وحش. وكده الوورد بريس انتهى الانستوليشن بتاعه وكل حاجه تمام من غير اي مشاكل. لو انت حبيت تروح تشوف الويب سايت بتاعك كده ممكن تقول له فيزيت سايت، ده هيكون شكل الويب سايت بتاعك اهو. مش هتلاقي فيه اي عنوان الا هيلو وورلد، بس حاجه بسيطه جدا ومفيش فيها اي اختراع. تعالى كده نكبر ده هنا كده، ده شكل الويب سايت الظريف بتاعك اهو بالتفاصيل اللي موجوده عندك. طبعا انت ممكن هنا تروح للكونتنت بتاعك دون، ترجع هنا كده للداشبورد بتاعتك. لو بصيت على الكوميديا هتلاقي الناس كلها ممكن تضيف بوست جديده، اد بوست كده. ممكن تعمل له اد نيو وتقول له كده ابدا اكتب بقى المواضيع بتاعتك، حط اخبارك، عيش حياتك، اتنطط براحتك زي ما انت عايز، ماشي كده. وبعد ما تخلص خالص اعمل له بابلش هنا. لو انت حبيت تروح تشوفه هنا كده تعالى هتلاقي بقية الموضوع بدأت تنزل هنا كده بالمنظر دول. موضوع بسيط جدا يعني مش اي اختراع فيه. بالمناسبة ممكن تروح على الداشبورد هنا، ممكن تبدأ تحط الثيمز بتاعتك وتدور عليها، ممكن تروح تدور على البلاجنز كمان اهي. ممكن تسيرش هنا على اي بلاجنز مثلا، يعني ممكن تجيب كده اد نيو بس كده على ما اعذب نفسي. يلا يا سيدي، كميه بلجنز هنا ممكن تسيرش على اي حاجه انت عايزها هنا وتجيبها من قفاها. تعال ممكن اروح على البيبلر هنا كده واجيب اشهر الموجودين. بالمناسبه ممكن تابلود يور اون بلجن، يعني انت ممكن تخلي يكون عندك ديفلوبمنت تيم موجود والديفلوبمنت تيم ده هو اللي يعمل بلجنز بنفسه وتعمل لها ابلود بنفسك. في عندك يا سيدي حاجات مثلا زي اديتور زي ده ممكن تعمله داونلود كده تجيبه من قفاه. انستوليشن ليميت لوجن اتمت، ايه تاني؟ دبليو بي سوبر كاش ده عشان الكاشنج لو عندك ويب سايت وعليه لود كبير شويه. جوجل اناليتكس بقى، ديسيبل كومنتس، كميه حاجات كتيره جدا ممكن تضيفها عندك، ماشي. ادي البلجنز، ممكن تضيف ثيمز لو انت عايز الابيرنس بتاعك، تروح للثيمز كده اللي موجوده وتروح تؤاد نيو ودور بقى على اي ثيمز موجوده على الانترنت. تبدا تتحكم في الويب سايت كله كامل من غير ما تعدل في اي حاجه في ملفات البي اتش بي اللي موجوده عندك، ماشي. ممكن نروح نجيب انستول ده كده البلاجنز اللي موجودة عندي لسه بيعمل انستول اهو. بيقولك ده هيكون شكل الويب سايت بغض النظر عن النسوان القبيحه اللي جايبينها دي. نرجع تاني لموضوعنا. ده هيكون شكل الويب سايت بعد ما تخلص. ممكن تشيل الصور دي بعد كده وتحط انت الصور بتاعتك الخاصه بيك
وتعيش حياتك. بعد ما خلصت وضفته ممكن تعمل له اكتيفيت كده براحتك هو، بس خلص بس ما يخلص الاول هو انستول. تعال نعمل له اكتيفيت، تعال نعمل له ليف كده المعلم ده، خلص اهو وده اللي بقى اكتيفيتد. لو رحت الويب سايت بتاعك هتلاقي ايه الويب سايت اتعمل له اكتيفيت هنا اهو، شايف؟ عيش حياتك بقى انت، بقى عيش حياتك وقعد العب بقى انا براحتك زي ما انت عايز، وروح الداشبورد والبيجز، ضيف بيجز بنفسك زي ما انت عايز، ضيف توبكس بنفسك، بوست زي ما انت عايز، روح ضيف ميديا، اتنطط بقى براحتك يعني، محدش هيقول لك انت بتعمل ايه. خلاص ها، حد عنده أي مشكلة؟ ها، حد عنده أي مشكلة؟ ها، شفت الموضوع بسيط جدا وسهل جدا ازاي؟ مفيش أي اختراع فيه، دايناميك كونتنت ما هو إلا عبارة عن ويب ابلكيشن هترنه، الويب ابلكيشن ده ممكن يكون مكتوب بي اتش بي، مكتوب بايثون، مكتوب بيرل، مكتوب اي حاجه، وهيكونكت في الاخر على داتابيز، الداتابيز دي ممكن تكون ماي سيكوال، ممكن تكون بوست جريس سيكوال، ممكن تكون ماي سيكوال سيرفر، اي داتابيز ايا كانت، وايه؟ وهيبدا ايه؟ يخزن فيها كل حاجه. بالمناسبه لو انت رجعت الداتابيز بتاعتي تاني دلوقتي هتلاقي كل حاجه احنا عملناها موجوده فيها، مفيش عندي ملفات موجوده حرفيا هنا غير اللي انا جبتها في الاول بس، لكن كل المواضيع وكل حاجه ضفتها هتلاقيها موجوده فين؟ في الداتابيز نفسها. فلو انت جيت عملت كونكت مره تانية على الداتابيز هنا، والباسورد بتاعتي اهي، تعال احطها كانت مصطفى خلاص. بعد كده يا سيدي الداتابيز هي موجوده، اعمل ايه تاني؟ شو داتابيزز، تعالى كده يوز ووردبريس دي بي، بعد كده شو تيبلز، بص كل حاجه عندك موجوده في الجداول دي. تعالى كده سيلكت استريك فروم دبليو بي اندرسكور بوست اهي، وتعالى هنا كده ايه نحط له الباك سلاش جي عشان نشوفها بشكل محترم شويه، شايف؟ ادي البوست اللي موجوده عندك اهي كلها، فاكر اللي احنا كتبناه؟ ذيس تيستنج ويب سايت، وبعد كده البوست تايتل بكل حاجه فيه باللينك بتاعه وكل حاجه عنه بالتفصيل الممل، شايف؟ اهو شفت، بدل ما كنت هارد كود الكلام ده كله في صفحات اتش تي ام ال، وبدل ما يكون عندك ويب سايت فيه 1000 صفحه هتكتب 1000 صفحه اتش تي ام ال، لا اكتب صفحة واحدة بي اتش بي وخلي كل مرة الصفحة دي تلود اعمل ايه؟ ها؟ تروح تقرا من الداتابيز. انا كده كتبت كل موضوع في الداتابيز وسهلت الدنيا على نفسي. وضحت؟ بدل ما هضطر سكيور 1000 صفحة وراجع الكود بتاع 1000 صفحة، هراجع الكود بتاع صفحة واحدة بس. فالموضوع بقى اسهل وابسط من كده يعني، ابسط من الاول بكتير جدا يعني. ها؟ حد عنده اي مشكلة في اللي انا قلته؟ لو جالك اي ويب ابلكيشن بقى بعد كده هيبقى كل خوازيقك اللي بتقابلها في الحياه ان انت تشوف اللايبراريز او الموديولز اللي هو محتاجها. يعني في بعض الابلكيشنز مثلا بتحتاج، لو جيت بصيت كده، لو جيت يعني تعالى نعمل اكزيت من هنا كده، هيبقى كل خوازيق قابلها في حياتك كالاتي. لو جيت تقول له كده يام سيرش بي اتش بي، وتعالى كده لسه واتفرج على كميه الموديولز اللي جايه مع البي اتش بي، عينك ما تشوف الا النور يا عم الحاج. اتفرج بقى اتفرج بيرل بي اتش بي سيريلايزيشن بي اتش بي اسيتك مش عارف ايه، اتفرج كل دي موديولز خلاص، بي اتش بي مش عارف جيكو بي اتش بي جي دي عشان يرسم جرافيكس، كمان جرافيكس لايبراري، في عندك حاجات مثلا ام كريبت بي اتش بي ال ده بي اتش بي جيسون بي اتش بي اي ماب خلاص. تخيل انت كل ده بي اتش بي ام بي سترينج بي اتش بي ماي سيكوال
هتلاقي بي اتش بي اوبن كلاود، خلاص بي اتش بي اوبن كلاود عشان انتجريشن مع اوبن ستاك او راك سبيس اي بي ايز. بي اتش بي بير، بي اتش بي بير، كود سنيفر، بي اتش بي دوكيومنتر. تخيل انت كل دي تولز موجوده او كل دي موديولز موجوده، فهتبقى كل مشكلتك بعد كده في الحياه انحصرت في ان انت تشوف الابلكيشن بتاعك محتاج موديولز ايه وتعمل لها انستول قبل ما ايه، ها قبل ما تحاول ترن لوب ابلكيشن بتاعك. بس كده ادي كل الحدوته. حد عنده اي مشكله؟ ها حد عنده اي مشكله؟ طيب تمام، الحمد لله اعتبر كده النهارده خلصنا جزء كبير. المره الجايه اللي هو بكره ان شاء الله حاول نخلص الاباتشي، هتكلم على المود اس اس ال وازاي تسكيور ويب بيج في الاباتشي نفسه، ماشي، او دايركتوري كامله في الاباتشي مش فارقه ايه، ازاي يكون عندك دايركتوري، ازاي تعمل لها سكيور قبل ما حد يحاول يكونكت عليها يطلب منه يوزر نيم وباسورد الاول. تمام كده؟ ها ماشي، اعتقد مش هروح لاي حاجه ادفانسد دلوقتي حاليا، انت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، فمش هعتقد نروح لاي حاجه ادفانسد. ممكن نتكلم على الري رايت رولز. على فكره الاباتشي احنا ممكن نقعد نشرح فيه شهرين كاملين، ممكن ما نخلصوش كمان حرفيا والله العظيم بدون مبالغه، ممكن نقعد نشرح فيه، ممكن اقعد اشرح لكم فيه شهرين يوميا ومش هنخلص منه، لان فعلا الاباتشي موضوع كبير جدا. الاباتشي يعني حاجه مهوله، يعني حاجه مهوله لو اتكلمت على الاباتشي، يعني فعلا فعلا موضوع كبير جدا جدا جدا، في 500 حاجه ممكن تعملها مع الاباتشي. انا ممكن اخلي الاباتشي بتاعك ده يشوف اللوجنز كام واحد عمل لوجن، ولو ولو عدد اللوجنز ده زاد عن 3 لوجنز مثلا يبلوك الاي بي بتاعه لمده 10 ساعات او لمده 3 دقائق او لمده ساعتين. ممكن اعمل لك ريفرس بروكسي بالاباتشي واعمل لك الاباتشي ده شغله لك كلود بالانسر، يعني ممكن حرفيا اخليك الاباتشي ده يتنطط واحده واحده. بس انت عايز تتعلم كل حاجه في نفس الوقت ازاي؟ يعني فهمني، مفيش حد بيتعلم كل حاجه في نفس اللحظه والله. انت ليه فاهم ان في حد، او انت فاهم ان انت من اول يوم هتتعلم كل حاجه؟ انا بقول لك ان انا ممكن اعمل لك حاجه زي كده، انا الحاجات دي اتعلمتها في سنين، يعني انا شغال لينكس النهارده بقالي 11 سنه. في ال 11 سنه دي انا اشتغلت في 500 مكان وعملت 500 مشروع، الحاجات دي كلها اللي اتعلمت منها، ما جبتش الحاجات دي من تحت الارض. يعني بعد كده كنت بفكر في حاجات ناس اخش على موقع على الانترنت مثلا الاقيه بيعمل الحاجه دي، فانا افكر في دماغي احط في دماغي هم عملوها ازاي، فكنت بروح ادور. فانت ما تجيش النهارده لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم في الاباتشي وتقول لي تعالى مش عارف نعمل اقوى حاجه ممكن موجوده في العالم. يعني واحدة واحدة بس، خليك واحدة واحدة. ماشي؟ ماشي. ماشي، نتقابل بكرة إن شاء الله. أسيبكم بقى لأن أنا خلاص يعني مش قادر أتكلم والله. تصبحوا على خير، السلام عليكم.